مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الأول المتوسط. وصلنا إلى E من الوحدة الثالثة. Listen to Len talking to his father. استمع إذا إلى Len يتحدث إلى أبيه. Answer the questions. أجب عن الأسئلة. خلينا نروح نقرأ الـ listening وبعدين نجي نحل التمرين. الملف الصوتي أمامكم، رحبت أقرأ وأترجم. Len, Dad, can I have my pocket money? هل ممكن أنه أحصل على pocket money، هو مصروف الجيب. Can you have what? ماذا بإمكانك أن تحصل؟ My pocket money مصروفي. Okay. I've done. Okay. أني كملت. وطبعا ما كنت أكمل الجملة. I don't know. اوكي انا لا اعرف. داد اي دونت اند، وطبعا هنا أنا ما مكمل الجمله. اي دونت انا لا، هنا أنا كلمه لا افهم. اوكي ويل هاف يو دان اول يور جوبس، هل اكملت كل جوبس اعمالك. ايف دان ا لوت اوف ذيم، اني عملت اغلبها. هيرز ماي ليست، هي هنا. اوكي ماي ليست يعني القائمه، القائمة مالتي. Really you have a list، حقا لديك قائمة. Let's see، لنشاهد. Have you finished your homework، هل أكملت homework الواجبات المنزلية. Okay. No not yet، كلا. Okay. ليس بعد. Gwen has borrowed one of my books، Gwen طلبت. اوكي واحدة من بوكس من الكتب مالتي. I'll do it this evening، اوكي راح do it يعني راح اسويها هذا المساء. Alright حسنا. Have you done the washing up، هل اكملت غسيل. Washing up يعني غسيل الصحون. Yes I have، نعم فعلت ذلك. And tidied the kitchen، ورتبت المطبخ، هل رتبت المطبخ. Okay. Yes dad. Have you phoned your uncle، هل اتصلت بعمك أو خالك. He wants to speak to you about، هو يريد. Okay. التحدث to you about، بشأن وتكملة الكلام. No I can't، لا لا أستطيع. Their telephone doesn't work، تليفونهم اوكي لا يعمل. It's broken، انه مكسور. What's this، ما هذا. Oh yes، have you bought a birthday present for your mother، have you bought، هل اشتريت. اوكي a birthday عيد ميلاد، a present بمعنى هدية عيد ميلاد. For your mother، الى امك. No dad I، لا أبي. I okay وتكملة الكلام. Why not، لماذا لا. I need my pocket money، أني أحتاج إلى مصروفي. Okay. Oh alright here you are، إليك هذا. Thanks dad، شكرا أبي. خلنا نروح حتى نحل التمرين. Number one، what does Len want، ماذا يريد Len. He wants his pocket money، يريد مصروفه. أوكي أو مال الجيب. أوكي هو نفسه المصروف. Has Len done these things، هل Len فعل هذه الأشياء. جاوب yes or no. الأشياء هي number، هي A finish homework، أكمل واجباته. No طبعا هو ما أكمل واجباته. Do washing up، غسل صحون. Yes طبعا هو غسلهن. Tidy kitchen، رتب المطبخ. Yes. Phone uncle، اتصال بالعم أو الخال. No ما اتصل. Buy birthday present for mom، شراء هدية أوكي لعيد ميلاد الأم. No لا. Number three، سؤال الأخير، what can Len do now، ماذا يستطيع Len أن يفعل. He can buy a present for his mother، يستطيع الآن شراء هدية إلى أمه. ملاحظة، هذا التمرين ما يجي إذا مو مطيكم الليسنينج، أما يسمع لكم الليسنينج أوكي أو يطي لكم حتى تقدرون تجاوبون عليه. ننتقل إلى F، read the sentences and take the correct words، أقرأ الجمل وأختار
الكلمة الصحيحة أو الكلمات الصحيحة. Have you washed your hand today, Len؟ انتبهوا هاي washed، أوكي؟ شيء شيء وبعدين ت، أوكي؟ لأنه آخر شيء اللفظ ت لأن إجا قبل شيء، أوكي؟ اللفظ د ت لأن إجا قبل صوت شيء. ف S H شيء C H ش، أوكي؟ مثل نقول شاي مثلاً حتى توضح عندكم الفكرة. Washed، أوكي؟ بمعنى غسل، بينما watched بمعنى شاهدة. إذا أي من عندها الصحيح؟ خلينا نكمل قراءة الجملة حتى نعرف أي من عندها الصحيح. Your hands يعني إيدك today. إذا هل غسلت إيدك اليوم؟ لين ask my Archer. Ask Mr. Archer. سأل Mr. Archer. طبعا هي الخيار الأول. Number two, the wolf walked very. الwolf, okay. الذئب walked يعني سار ب very quickly. No, quietly بسرعة أو بهدوء. خلي نعرف شلون مشى. And the sheep didn't hear him. And والخراف لم تسمعه. إذن هو شلون مشى؟ quietly يعني بهدوء. راح أعتمد على المعاني مال الجملة بحل هذا التمرين. 3. Len did his homework very badly, sadly, and had to do it again. Len did his homework يعني سوى الهومورك مالته، الواجبات المنزلية. طبعا الواجبات قصد التحضيرات اللي طوئلها بالمدرسة، أوكي، اللي لازم يسويها بالبيت. Very badly بشكل سيء. And had to do it again، وكان عليه أن يفعلها مرة أخرى. إذا badly، أوكي، لأن هو سواها بشكل سيء، كان لازم يسوي الهومورك الواجب المنزلي مرة ثانية. For لا said جاسم، قال جاسم I haven't brought the ball bag from the park. قال I haven't، أنا لم، أوكي، شوف bought لم أشتري وbrought لم أجلب، أوكي، فخلنا نشوف هي لم أشتري أو لم أجلب الكرة the ball bag، يعني لم أجلب الكرة من البارك من المتنزه، إذن هي brought، أوكي، هو الجواب الصحيح. إذن هذا التمرين دائما يعتمد على المعاني. شوفوا فرق R بس هنا أنا R ماكو، تغير معنى الجملة كاملة. وصلنا إلى G. Read and complete the sentences. Use the past participle of the verbs in the books. Read، اقرأ وأكمل الجمل. استخدم الماضي التصريف الثالث الفعل. Past participle يعني التصريف الثالث الفعل of the verbs للأفعال بالموجودة هنا بالبوكس. الأفعال هي drink بمعنى يشرب، eat يأكل، give يعطي، see يشاهد، take يأخذ، و go يذهب. خلينا نحط الكلمات ومثل ما قال هو رادها بالpast participle بالتصريف الثالث الفعل. Len is not hungry. Len ليس جائع because he has eaten 3 burgers. هو ليس جائع لأن هو أكل. شوفوا eat صارت eaten. إذا هذا مهم تصاريف الأفعال. ليش أنا استخدمت هنا past participle تصريف الثالث الفعل؟ لأن هنا أنا عندي مضارع تام. شوفوا has ورا كل has و have لازم أكو تصريف ثالث الفعل. 2. Miss Archers is very happy. السيدة Archer هي شبيهة very happy جدا سعيدة because Len has given her some flowers. لأن هو أعطاها some flowers يعني بعض الورود. إذن give صارت given. 3. I'm sorry Gwen and Len aren't in. أنا آسف لأن Gwen وإن ليسوا بال يعني ليسوا بالداخل. They have gone shopping. ذهبوا إلى التسوق. 4. Have you seen my book? هل رأيت كتابي؟ شوفوا هنا go gone. Okay. و see seen. هل رأيت كتابي؟ Ask Mr. Archer. سأل مستر أرشر. I can't find it. لا أستطيع إيجاده. 5. I think Gwen has taken it to her room. أعتقد بأن Gwen أخذته إلى غرفتها. said مستر أرشر. No more tea. لا مزيد من الشاي.
Thank you. شكرا. Said Miss Archer. السيدة Archer قالت طبعا I've drunk 3 cups this morning. أنا شربت 3 أكواب هذا الصباح. شوفوا أنا حطيتها حسب المعاني. أوكي. ولازم أكون حافظة تصاريف الأفعال. أوكي. كل فعل تكتبوه هنا وتكتبون التصريف الثالث مالته هنا حتى ما تنسون. انتقلنا الى بيج 44 الى صفحة 44. H. Okay. Change the words in the practice into adverb. غير الكلمات الموجودة او ما بين الاقواس in the adverbs الى adverbs يعني حال. جاسم ran to school very fast. جاسم ركض الى المدرسة بسرعة. اوكي طبعا فاست صفة اوكي لكن الفاست الثانية هي adverb هي حال لكن شكل الصفة وشكل الحال نفسه اوكي ما يتغير. اذا ركض بسرعة because he was late لانه كان متأخرا. I can do this test. استطيع فعل او عمل هذا التيست الامتحان. easy هو بمعنى سهل هو صفة. easily صارت بسهولة. اوكي بسهولة. سيد احمد قال احمد it's not difficult هو ليس صعب بس مجرد انا قلبت الواي الى اي وضفت ly. you can speak english very تستطيع التحدث اللغة الانجليزية good. اوكي good بشكل جيد. اوكي صفة يعني جيد. اريد اسويها adverb good صارت well. very well. هدى said the teacher good girl قال okay المدرس good girl يعني فتاة جيدة. for listen to the CD استمع إلى ال CD هو نفسه إحنا نستخدم يعني القرص. okay careful هو حذر careful carefully صارت بحذر. ضعفت ال L وضفت ly. okay said the teacher and answer the question قال المدرس ثم answer أجب عن questions الأسئلة. 5. Please can I have a glass of water؟ هل ممكن أن أحصل على قدح من الماء؟ رشيد ask polite بمعنى مؤدب politely بأدب بس مجرد ضفت ly وما حذفت الإي الإي هنا تبقى ماكو داعي أحذفها. I'm thirsty أنا عطش. happy يصير happily أيضا تقلب ال y إلى i مثل easy. اوكي وضاف l y. 7. be quiet كن هادئ boys أولاد كن هادئين يعني كونوا هادئين يا أولاد. said the teacher قال المدرس. angry angry بمعنى غاضب. angrily بغضب أيضا قلبت ال y إلى i وضفت l y. اوكي إذا بغضب. you are noisiest class in the school into noisiest class بمعنى أكثر أوكي شعبة بها ضوضاء بالمدرسة. وصلنا إلى I write the story of the fox and the bird. أكتب قصة عن الفوكس عن الثعلب والطائر. أم الطينة يقول begin ابدأ once upon a time و these words will help you. هاي الكلمة معناتها كان يا مكان ثم ذكر بأن هاي الكلمات سوف تساعدك. مطينا hungry chickens meat politely sang beautifully بجمالية tree okay شجرة pick up معنى التقط run away ركض loudly بصوت عالي. hungry قلنا جائع chickens دجاج meat لحم politely بأدب sang بمعنى غنى beautifully بجمالية و tree قلنا الأشجار و pick up التقط run away هرب loudly بصوت عالي. أنا كتبت لكم هذا الإنشاء رح أقرأ لكم أو أترجمه. once upon a time هنا أكو a time okay يوم من الأيام أو كان يا ما كان. there was a fox كان هناك فوكس ثعلب. he was so hungry كان جدا جائع. looking for chickens طبعا هنا فارزة اوكي اوكي يبحث عن chickens دجاج to eat them حتى ياكلهم. when he was walking عندما كان اوكي walking يسير on a farm بالمزرعة he saw a bird رأوا طائر on the shade
على الكوخ. The fox saw meat under the bird's foot. الفوكس الثعلب اوكي رأى اللحم meat تحت قدم الطائر. He asked the bird politely, سأل الطائر بشكل مؤدب to give him a piece of it, حتى يعطي قطعة من عنده. But the bird refused, لكن الطائر refused بمعنى رفض. The fox thought for a minute, الثعلب فكر لدقيقة. And he asked the bird to sing, وهي asked سأل الطائر to sing حتى يغني. The bird started singing. الطائر أغنى. Okay. بدأ بالغناء and flew up. وطار to tree. على إلى الشجرة. The fox picked up the meat. الثعلب التقط اللحم quickly. Okay. Quickly يعني بشكل سريع. And ran away. وهرب laughing loudly. ولaughing loudly يعني ضحك بصوت مرتفع. أنا حاولت أستخدم كل الكلمات، أوكي، عدا كلمة sang beautifully، أوكي، ممكن أقول هنا ممكن أقدر أضيفها، أقول the bird started singing، أوكي، beautifully، أوكي، أو the bird sang، أوكي، هنا أنا استخدمتها كاسم بمعنى الغناء، بدأ الغناء، أوكي، مو استخدمتها كفعل، أوكي، ممكن تضيفون beautifully، أوكي. بجمالية and flow up. أوكي ممكن تحطوها هنا حتى نكون إحنا مستخدمين كل الكلمات. إذن هذا ما يتعلق ببيج 44 بصفحة 44. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا وإلى اللقاء.